من تاني تسجيل ماشي كده تمام بس كده تاني اتوقع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اخوكم عماد عرفه مدرس مساعد الاسم. بس كنت عاوز بعض الشباب بيشتكوا من نقطه ان هو مش عارف يبدا فين ويروح فين. الاشعه دي عمليه برين ستورمنج كده معقده جدا. ف دكتور عبد الله يشهد بالكلام ده. اي حد بيكتب فقط من غير ما يقعد يقرا تبقى كتابته سيئه جدا وشغل سوء. واي حد بيقعد يذاكر من غير ما يشتغل شغل السوء برضه بيكون محصور في وسط الكتاب والمحاضرات وما بيعرفش يكتب كويس. بعضنا بيعاني من مشكله جامده جدا. تلاقي البني ادم شاطر ومركز وقاري وقت ما يجي في الامتحان يقلب بني ادم عنده ضيف من التزم. بيحصل الكلام ده؟ الانفصال نقطه الفصل دي بتحصل جامد جدا. ليه بقى؟ حضرتك ما عندكش رادولوجيكال لانجوج تتكلم بيها. مفردات اللغه مش عارف تقول ايه. حطيت صوره رنين تلاقيها عمال بتتكلم واضح شباب صوتها واضح. حطيت رنين تلاقيها عمال بتتكلم في تقول له لا الاستراكشر ازاي هايبر دنس. يا ابني بتتكلم في رنين هايبر دنس ازاي؟ سونار تقول له يا فندم الحته دي دنس. يا ابني بتتكلم في سونار دنس ازاي؟ ففي ترمينولوجي لازم نتعلمه. الترمينولوجي للاسف بالنسبه لنا احنا الموضوع سوفيستيكيتد. ليه؟ لان احنا اخصائيين كويس. الام ار اي بالس سيكونس من المواضيع اللي بتهم الراديولوجيكال ترمينولوجي. الفحص اللي قدامك ده اسمه ايه؟ هتتعرف عليه ازاي؟ وعشان الدنيا دلوقتي الرنين بقى مكتسح سوق الاشعه فحضرتك لازم تعرف. وعشان حضرتك برضو اخصائي اشعه لازم تكون فاهم كل التفاصيل فيه. دكتور عبد الله مشكورا بصراحه شرح النيورو ممتاز جدا. لكن لما تيجي تشتغل هتلاقي انت محتاج مور سوفيستيكيتد ديتيلز كمان اكتر. مش بتلاقي نفسك عمال تقرا وتتوسع وتقول وتجيب. والاناتومي نصحت لي طول ما انت في الفيرست ما تقراش اي حاجه غير اناتومي. الباثولوجي ده ما تبصلوش خالص. اناتومي ثم اناتومي ثم اناتومي. واهتم بكل جزئيه فيه من جزئيات الاناتومي من جزئيات اللانجوج اللي احنا هنتكلم فيه النهارده وهو موضوع البارسيت. بسم الله. في 2007 راديوجرافكس عملت بيبر كتبت فيها كده بالظبط ام ار اي بال سيكونسز وات ايفري راديولوجيست وونتس تو نو بس افريد تو اسك. كل الناس بتوع الاشعه عاوزين يعرفوه وخايفين يسالوا فيه وخايفين يتكلموا فيه. ده عنوان البيبر. فكرة البالس سيكونس تتلخص في الكلمة اللي أنا كاتبها تحت العنوان Image Characterization Tissue Characterization. لو جيت سألت الدكتور دكتور محمد دبل اللون ده إيه؟ قول لي دكتور اللون ده إيه؟ ده مش حد فيكم هيقول لي إن البني تقريبا 7 أو 8 درجات بيبدأوا من لون البني اللي إحنا نعرفه ماشي لحد مرورا بقى بالهافان والطوبي وي 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 صح ولا ماشي. الفيميلز يعرفوا الموضوع اكتر ليه حضرتك حي وفايتال بالنسبه لك. الاحمر مش درجه واحده بقى 50 درجه. لا احنا عندنا عندنا الموضوع بتوع البويات دلوقتي الشركات كتير كل دول يقول لك هات لي رقم عندي 20 لون احمر عندي 50 لون احمر. فالموضوع معقد جدا. فكرته بتيجي من نفس الفكره دي بالظبط. ان احنا كده بنمثل السي تي اللي هو ايه ابيض واسود. حضراتكم كده بتمثلوا الام ار اي. يعني ايه؟ يعني كل حاجه لها سيجنال. كل حاجه لها لون. كل التفاصيل مفيش حاجه اسمها الحته دي مش باينه من اللي جنبها، لا خالص. ده باينه وفي
سيباريشن واضح وفي بارير واضح وتقدر تقول دي كذا ودي كذا. فده مش بني، ده هو واضح. عرفت الفرق؟ تيشو كاركترايزيشن، ايمج كاركترايزيشن. فكره الام ار اي برنسبلز عموما، البيشنت بيخش يتصور ازاي، البيشنت بيتحط جوه الماجنت، راديو فريكوانسي بارس بيتاخد سنت ان بعد كده تيرن اوف. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تفاعل بين الراديو فريكوانسي بارس اللي داخل ده وبين الاتومز اللي جوه الجسم. المين اتوم اللي موجود اللي بيتعامل معاه اللي هو الهيدروجين. وهتتسال سؤال ليه الهيدروجين؟ لان هو ذا موست اباندنت اتوم في البادي كله. طب هتتسال سؤال ثاني، هو في ام ار اي بيزد على اي اتوم ثاني موجود؟ اه في، على الصوديوم اكتر حاجه بنعملها، لكن ده نوت ابليكابل جاست فور ريسيرش. فبس لو اتسال هل في انواع ثانيه من الام ار اي؟ في، بيزد على ايه؟ بيزد على حاجه زي الصوديوم والفلورايد والكربون، لكن كل ده مش مهم، اهم حاجه بالنسبه لنا مين؟ الهيدروجين. ايه اللي بيحصل يا جماعه في التفاعل ده؟ التفاعل ده ان كل ذره هيدروجين في الجسم بتثبت نفسها بسيجنال، بتثبت نفسها كانها بتحط فينجر برينت على الصوره. الهيدروجين اتوم كانها بتحط فينجر برينت على الصوره. ازاي؟ خد المعلومه البسيطه دهيت هتكون بالنسبه لك ازاي الصوره بتتكون. عشان صوره الرنين تطلع وعشان السيجنال تطلع لازم يكون الهيدروجين اتوم موجود بشرطين، شرطين، انه موجود كتير وبيتحرك. تاني، كتير وبيتحرك. طيب موجود كتير وفكسد ما يديش سيجنال، واي حاجه ما تديش سيجنال في الرنين احنا بنتكلم هي وقت. ارجع خطوه ورا، ايه الترمينولوجي اللي بتكلم بيه في الرنين؟ ارجع كمان خطوه ورا، ايه الترمينولوجي اللي بتكلم بيه في السونار والاكس راي؟ المصطلح الاساسي بالنسبه لي في الاكس راي هو اوباسيتي. فباجي اتكلم اقول ريدي اوبيك وريدي لوس، ريدي اوبيك ابيض وريدي لوس اسود. طيب السونار عندي يا فندم الايكوجينيست، فعندي ايكوجينيك ابيض وهايبر ايكوين وايزو ايكوين وهايبر ايكوين واخر حاجه اني ايكوين. يبقى ده الترمينولوجي بتاع السي تي دنسي. هايبر وايزو بالظبط، هايبر دنسيتي، هايبر دنس، ايزو دنس، هايبر. الرنين انتنس، الرنين انتنس. اوعى تدخل على حد من اساتذتك الكبار وتقول له انت بتتكلم في الرنين الاستراكشر ده هايبر دنس، ماجنتك خلصت. فالترمينولوجي مهم. هنتكلم اول حاجه عندي الراديو فريكونسي بارس والهايبر. الهيدروجين ده لما هيجي هيبقى بريزنتد، هيبقى بريزنتد كده بالظبط، يا اما حاجه هايبر انتنس يا اما حاجه ايزو انتنس يا اما هايبو انتنس. ماشي، بس الحته اللي في النص دي هنقسمها شويه، بس هنشوف الصور ونقسمها شويه. اي استراكشر ما بيديش سيجنال في الرنين اسمه سيجنال فويد. اي استراكشر ما بيديش سيجنال في الرنين اسمه سيجنال فويد. السيجنال بتاعته عاليه هايبر انتنس، السيجنال بتاعته قليله هايبو انتنس. اتنين سيجنال جنب بعض زي بعض ايزو انتنس، سهله كده؟ جميل. بدي راديو فريكونسي بارس تتفاعل مع الهيدروجين اتوم اللي موجوده جوه الجسم، وبعد كده البيشنت نفسه الميتا سيجنال بيبقى هو نفسه مصدر السيجنال اللي طالعه. الجهاز بياخد السيجنال ويعمل لها بروسيسنج في ايمج. فسيمبل خالص، لما تيجي تقول حد يسالك ازاي الرنين بيشتغل، ذا بيشنت واز بليز انسايد ذا ماجنت، ذا راديو فريكونسي بارس واز سنت ان وانترن اوف، ذا بيشنت ميتا سيجنال، سيجنال واز ريسيفد and the image will be reconstructed. Simply call. Tissue contrast. أنا ديت RF بلس واستقبلته كسيجنال من البيشنت. كويس؟ قلت له شرطين عشان يطلع لي سيجنال. اللي هما كمية كبيرة وبتحرك وبتحرك كتير. إيه الاستراكشرز عندي اللي ما بتتحركش لكن موجودة بكمية كبيرة؟ لا في البون، كرتك البون، فايبرستيش، كارتك، تندون، ليه؟ لا، كالسيفيكيشن، كويس؟ طيب، ايه الهيدروجين الموجود بكمية بسيطة جدا، تريسز خالص، لكن بيتحرك كتير؟ سبب الاير، صح؟ طب هيدروجين موجود بكميه كبيره جدا بس بيتحرك بسرعه جدا. البلد كل ده هيديني سيجنال فويد. اول ما يسال
تسأل سؤال ايه السيجنال فويد ستراكشرز، يبقى دماغك يروح للحاجات يا اما مفيش هيدروجين خالص، يا اما هيدروجين بيتحرك بسرعه جدا، يا اما هيدروجين موجود بكميه كبيره وثابت. كارت الجبون، فايبرس تيشو، ماتيور فايبرس تيشو، الكالسيفيكيشنز، التندونز، ايه البلاد، واخيرا التيشو كونتراست. السلايد دي سلايد مهمه، معلومه عاوز اوصلها لك، ان انت ممكن تدخل الفيرست وتخرج ما تعرفش من السيكونس بتاع الرنين الا الثلاثه الموجودين في الصوره اللي هي تي 1 وتي 2 والبروتون دنس، تي 1 وتي 2 والبروتون دنس، في حين ان الموضوع اصعب من كده، في حين الموضوع اكبر من كده، وفي نفس الوقت هو ده البيزس بتاعي في في السيكونس. التي 1 اهم حاجه بالنسبه لي في التي 1 ان انا بشوف بيه الاناتومي كويس، تي 2 باثولوجي كويس، البروتون دنسيتي برضو اناتومي وباثولوجي الاثنين مع بعض. المفهوم ده ما عادش هو ده اللي موجود قبل 20 سنه، قبل 15 سنه. لا حضرتك انا باخد التي 1 اناتومي وباثولوجي، التي 2 اناتومي وباثولوجي، البروتون اناتومي وباثولوجي، كل حاجه بقدر استخدمها في مكانها بالظبط ونشوفه زي دلوقتي. هرجع للتيبل ده، لكن شوفوا السلايد، البلس سيكونس في الرنين بتعتمد على جزئين من على نوعين من الداتا بروسيسنج مهمين جدا، واحد اسمه سبين ايكو، واحد اسمه جريديان. واحد اسمه سبين ايكو، واحد جريديان. بني ادم جاي من طنطا للقاهره عنده طريقين، يا زراعي يا صحراوي، يا زراعي يا قطر. انت هتعمل بلس سيكونس في الرنين يبقى عندك حاجه من اثنين، يا اما لا بص يا جماعه الله يخليك تفاعل كده، عشان كده لو ما فيش تفاعل همسك ماشي، يا سبين ايكو يا جريد، سبين ايكو او جريد، دول الطريقين اللي بيطلعوا لي. طيب هتقول لي ايه الفرق بين السبين ايكو والجريد؟ هقول لك بعض، ومش مهم اعرف ومش عاوز اعرف، هو مهم بس بالنسبه للناس بتوع الفيزيكس. بتوع مين؟ الفيزيكس. الفيزيكس حضرتك هتاخدها وبعد ما تخلصها هتبقى هتاخد منها ابلكيشنز فقط تكمل معاك في بقيه الشغل ده. انا عندي دكتور عبد الله شرح لكم من شويه فرق بين التي 1 والتي 2. ده معتمد على ايه؟ معتمد على حاجه اسمها تي ار وحاجه اسمها تي اي. معلش اعذروني الناس اللي ما بتسجلش يفضل تسجل. مش تسجل صوت، تسجل نوتس. لان ده مهم. التي ار والتي اي، مش احنا قلنا واحنا بنقول ازاي الايمج بتطلع؟ قلنا راديو فريكونسي بلس سنت ان صح؟ وبعد كده ترن اوف وبعد كده سنت ان تاني. انا بدي عمال ادي ار اف وافصل استقبلها، وادي ار اف وافصل استقبلها، ار اف وافصل استقبلها. ايه الاثنين؟ ايه التي ار والتي اي بقى؟ التي ار تايم اوف ريبيتيشن، تايم اوف ريبيتيشن، والتي اي تايم اوف ايكو، تايم اوف ايكو. ايه الفرق بينهم؟ الريبيتيشن هو الفتره الزمنيه بين التي بين البلصايه دي واللي بعدها. انا اديت ار اف وانس استقبلته واديت ار اف وانس تايم، المسافه الزمنيه بين الاثنين دول اسمها تي ار تايم اوف ريبيتيشن. طب والتايم اوف ايكو؟ والتايم اللي بعده التايم اللي موجود بين البلصايه واستقبالها. عارفين لما تبقى واقف مكان في كده في صدى وتقول يا محمد محمد انت تاني يا محمد كده، المسافه بين النداء الاول والثاني ده اللي هو مين؟ تي ار. طيب المسافه بين بدايه صوتك وانتهاء الايكو بتاعه ده تايم، سهله كده يا جماعه؟ يبقى التايم، يبقى التايمز اللي اقصده لما نقول تي 1 ويتد ايمج، التايم بقى اللي احنا بنستناه ده ايه هو؟ تي ار 1 تي اي. التي ار هو المسافه بين بدايه البلس وبدايه البلس، يبقى تايم اوف ريبيتيشن. طب وتايم اوف ايكو؟ تايم بتوين ذا ستارت اوف ار اف باس اند ذا ريسيفنج اوف ذس اوف ذس. واضحه يا جماعه؟ تمام جميل. طيب التي 1 عندي اربع احتمالات للقصه دي، يا اما تي ار شورت، تي اي شورت، تي ار لونج، تي اي لونج. التي ار لونج والتي ار شورت والتي ار شورت والتي ار لونج. احتمال خامس؟ مفيش. نيجي بقى ل الجدولين دول مهمين يا شباب وارقامهم مهمه. التي 1 شورت تي ار شورت تي اي، تي 1 شورت تي ار شورت تي اي، التي 2 لونج تي ار لونج تي اي. يعني ايه برضو الوقت اللي بنستخدمه؟ بصوا يا شباب
انا هدي ار اف بلس، هدي ار اف بلس، هوقف كل المجموعه دي موجوده هنا صف، وهوقف واحد اوبزرفر هنا هياخد لي تايم 1، واحد اوبزرفر عند اخر الباب هياخد لي تي 2. حضراتكم كلكم بتتحركوا بنفس السرعه ولا سرعتكم متفاوته؟ سرعتكم متفاوته. لما تيجوا تطلع اطلقوا الصوره عند التي 1 تظهروا بنفس الشكل بنفس اللاين اللي كنتوا واقفين عليه، ولا كل واحد ظهر في مكان؟ وكذلك عن التي 2 هو ده بالظبط اللي بيحصل، ان لما باخد ايمج عند تي 1 يا فندم قولها لهم تاني عشان مستسلم. حاضر، احنا كلنا واقفين لاين دلوقتي وهنتحرك، وفي كاميرا هتصورنا هنا في نص المدرج عند تي 1، كاميرا هتصورنا في الاخر عند تي 2. طيب هل الكاميرا هتصورنا عند تي 1 بتطلع بنفس الايمج، بتطلع بنفس الصوره اللي كلنا واقفين فيها في وضع الستارت؟ ايه اللي حصل؟ كل واحد فينا في مكان، صح؟ هذا بالظبط. لما باجي اخد تي 1، ايه تي 1؟ شورت في ار وشورت في ايه؟ ساعتها والله في حاجات هتبان بيضاء وحاجات هتبان سودا. سهلة؟ طب عندي تي 2، انا طولت بقى الزمن شوية، وصلت عند تي 2، برضه في حاجات هتبان بيضاء وحاجات هتبان سودا. انا بقى وظيفتي اعرف ايه اللي بيبان ابيض هنا وايه اللي بيبان اسود هنا، ايه اللي بيبان ابيض هنا وايه اللي بيبان اسود هنا، وايه اللي لما يبان ابيض هنا يبقى باثولوجي، وايه اللي يبان اسود هنا يبقى مرمى. واضح يا الفكرة؟ واضحة يا شباب؟ يبقى شورت 1 شورت ايه يديني تي 1، لونج تي شو لونج تي ار لونج تي اي يديني تي 2، البروتون دنسيتي لونج تي ار شورت تي اي، لونج تي ار شورت تي اي. طب العكس يقول لك هاز نو ايمج، ما بيدينيش صوره خالص، يبقى الايمج اللي بتطلع من شورت تي ار لونج تي اي ايمج ولا مفيش ايمج؟ يبقى انا عندي ثلاث احتمالات بس، تي 1 تي 2 بروتون دنس شورت شورت لونج 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 شورت. سهله؟ لا، ده البيزك سيكونس. طب الادفانسز بتاع السيكونسز بقى بيزد على ايه؟ بيزد على تي 1 والتي 2. فاحنا لما نيجي نشرح هنقول هنعرف تي 1 ازاي؟ هنعرف التي 1 بيزد ايمجز ازاي؟ ده مش بني، لا ده في حاجه ضد، ده درجات. طب والتي 2؟ لا ده مش احمر، لا ده درجات كتير. والبروتين دنسيتي صورة. طيب الشركات بتختلف؟ اه والله بتختلف. ماشي. والبروتوكولز اللي بشتغل بيه برضه بيختلف. شوف حضرتك تحت هتلاقي السيكونس اللي بتاخد سبين ايكو وجريدينت ويت. سبين ايكو وجريدينت ويت. ايه الفرق؟ لو خدت بالك ان الارقام في السبين ايكو كبيره جدا. الارقام في الجريدن صغيره. انت ممكن يجي لك فيلم لو انا لما اجي اقول لك مثلا شورت تي ار وشورت تي اي، لونج تي ار ولونج تي اي، وانت ما بتعتمدش فقط الا على الارقام. ما بتعتمدش فقط الا على الارقام، وحد جاب لك تي 2 لكن جريدن تويت. فحضرتك الجريدن تويت هنا الشورت تي ار بتاعته كام؟ 50. طب واللونج بتاعته كام؟ 100. اللي هي بالنسبه للسبين ايكو شورت، اللي هي بالنسبه للسبين ايكو شورت. ساعتها حضرتك هتقول على تي 1 تي 2 بيز فقط لو انت ما بتبصش الا على الارقام تحت، تقول اشعه بيبص على الارقام مش ارقام تحت دي خالص، الا في حاله عاوز يشوف السيكونس ده متاخد صح ولا غلط. لكن هو يشوف الصوره كده يعرفها من الاستراكشرز اللي موجوده، وده اللي هنعرفه دلوقتي. ايدنتيفيكيشن اوف بالز سيكونس، ايدنتيفيكيشن اوف ايمج. ازاي اعرف؟ ازاي ابقى فاميليار حتى معايا الموضوع؟ سو سيمبل، الموضوع بسيط. فنلاقي هنا السبين ايكو التي ار امتى يبقى شورت؟ ارقام يا جماعه بالنسبه للتي 1، لا لا عموما التي ار والتي اي امتى في السبين ايكو شورت تي ار اقل من كام؟ من 250 ل 700، 700 ملي سكند، كل ده وقت ملي سكند. امتى يبقى لونج؟ اكثر من 2000 ملي سكند. طيب بالنسبه للتي اي امتى يبقى شورت؟ من 10 25، والثاني اكثر من 60. كل ده الارقام دي المفروض تبقى في ذهنك، تبقى عارف التي ار امتى يبقى لونج وامتى يبقى شورت، والتي اي كذلك امتى يبقى لونج وامتى يبقى شورت. الجريدين شفت الارقام متفاوته، الارقام كلها صغيره عامله زي الارقام الصغيره في مين؟ في السبين ايكو. انا في سلايد هنا ملخص لكم الموضوع ده، يا رب الاقيها.
اهي جت. بصوا يا جماعه التي 1 قلنا لونج ولا شورت تايمز؟ شورت. يبقى شورت تي ار شورت تي اي. الشورت تي ار بتاعته من 200 ل 600، من 200 الى. طيب والشورت تي اي بتاعته من 10 15. خد بقى نفس الارقام دي بس في مين؟ اللونج بقى بدل من 200 ل 600 من 2000 ل 6000، ومن 10 15، ومن هنا ل 10 15 بقى كام؟ من 100 ل 150. سهل؟ اعتقد واضح ماشي. يبقى 200 شورت تي ار 200 ل 600. طب لونج تي ار من 2000 ل 6000. طب لونج تي شورت تي اي من 10 15. طب لونج تي اي من 100 ل 150. السكيمه دي ظريفه ماشي. تي 1 ويتد ايمج وتي 2 ويتد ايمج. الفات والود، الفات والود. طول ما انت شغال في الرنين الميتين دول في الدفع، الميتين دول فين؟ الفات والود. ليه؟ دول اهم اثنين استراكشرز هتعامل معاهم. هما اللي هيفهموك يعني ايه بسيط. هما لما بيتحركوا الصوره بتتغير. هما لما باجي القطهم يعني لو افترضت ان الفات والووتر هنا واقفين هنا وهاخد كاميرا في نص الدرج وكاميرا في اخر الدرج، كاميرا التي 1 طرقة الفات ايه؟ برايت ماشي، اللي هو في المصطلح بتاعنا اسمه ايه؟ هايبر انتنس. طب وفي الاخر طرقته ايه؟ كاميرا التي 2 طرقة الفات ايه؟ انترميديت. كان في مصطلح زمان يقول لك ان الفات برايت في التي 1 بلاك في التي 2. لا خالص، الفات برايت في التي 1 ليس برايت في التي 2. تاني كده، الفات برايت في التي 1 ليس برايت في التي 2. يبقى اذا المين تيشو اللي هيحكم لي الفرق بين التي 1 والتي 2 هو الفات ولا الووتر؟ الووتر. لان الووتر بيبان بلاك في التي 1 برايت في التي 2. وضحت؟ يبقى بلاك في تي 1 برايت في تي 2. انت لو شغال على جهاز كويس ممكن تحكم على الفات في تي 2 انه برايت، وتقول على تي 1 تي 2 كذلك العكس. الصوره دي فيزيكس اكتر لكن انا حابب ادخل في الموضوع بسرعه. تي 1 ويت الايمج، تي 1 ويت الايمج. تي 1 قلنا عندنا اثنين بروتوكولز بيطلعوا لي سيكونس صح؟ سبين ايكو جريدنت. فالسبين ايكو ادي التي 1 والتي 1 بيزد ايمجز اللي بستخدمها في شغلنا الطبيعي الابلكيشن. لما تيجي تشتغل تلاقي الكلام ده بيقابلك في شغلك. تي 1 سبين ايكو، تي 1 بوست كونتراست، تي 1 فات سات، تي 1 بوست كونتراست فات سات. حد اشتغل قبل كده في اي مركز فرعي هنا يا شباب؟ بيراجع حتى او حد باستثناء الدكتور انس عبد العزيز؟ ادي السيكونس اللي باخدها في تي 1، وده السلايد دي مهمه جدا، وهقابلكم زيها في تي 2 ويقابلكم زيها في مين؟ في البروتندنس. لكن اهم حاجه تي 1 وتي 2 وركزوا معايا. انا هنا قسمت لكم الدنسيتي اللي هتقابلني في الام ار اي لاربعه، هما ثلاثه في الاصل لكن اللي في النص خليناها 2 جريد. سيجنال فويد اللي هو البلاك، هايبر انتنس برايت اللي هو هاي سيجنال انتنس، واللي في النص الحاجه اللي بتديني انترميديت سيجنال انتنس قسمناها لايت جراي ودارك جراي، انترميديت سيجنال ولو سيجنال. فانت لما تسمع كلمه لو سيجنال في الرنين مش معناها انه بيسود، مش معناها انه اسود. لو انا سالتكم سؤال وات ار ذا بيزك فور دنسيتي اوف سي تي، ده كلام بيزك. النهارده بنتكلم في البيزك، وات ار ذا بيزك فور دنسيتي اوف سي تي؟ سي تي دنسيتيز. الكثافات الموجوده في السي تي ايه هما؟ هتبقى الاجابه الاربعه، الوايت اللي هو مين زي مين ومين ومين؟ البور كالسيفيكيشن، اي حاجه فيها كالسيوم، الكونتراست، الفورين بارز، الميدل صح؟ طيب البلاك الايه صح؟ مفيش غير. طيب واللي في النص لايت جراي ودارك جراي. لايت جراي ودارك جراي. لايت جراي اللي هو زي مين؟ اللي هو مين؟ سوفت تيشو.
طب الدارك جراي فان يبقى بلاك اير دارك جراي جنبه على طول يبقى الفان لان مرات انت اول ما تيجي تعمل مانيبيوليشن للفات يسود منه ليه ان هو اصلا دارك جراي تعمل له مانيبيوليشن شويه يقوم يسود يسود على طول طيب اللايت جراي السوفت تيشو اللي بعده البرايت لوني قلنا البول والكالسيوم كل الكلام ده بيزك يا شباب كل الكلام ده مهم الصوره دي ده ليه ابيض وده ليه ده ليه نفس القصه هنا قلنا هنتعامل مع حاجه برايت خالص وحاجه سيجنال بولت سودا خالص حاجه بيضة خالص برايت حاجه سودا خالص سيجنال بولت اللي اس الاسود في تي 1 هو اسود في تي 2 اسود في كل حاجه في الرنين اللي هم الاربع خمس حاجات اللي قدام دول الاير والكالسيوم والكريتيكال بول والرابيد بلاد والرابيد ايه بلاد طيب هل معنى ذلك يعني الساينس اللي بتقولها عباره عن ساينس المفروض الكونتنت بتاعها ايه؟ اير الاير هيبان اسود يعني ايه اسود؟ سيجنال بوينت سيجنال بوينت اول ما تلاقي سيجنال في البارانيز اول ما تلاقي سيجنال في اي ستراكشر فيه اير اكمل ما فضلش على طول اللاين فيها اير والاير يبان سيجنال بوينت اسود اول ما تلاقي سيجنال في سيجنال طلعالك من اللاين يبقى انت ما فضلش كويس تطلع ايه تطلع انفلاماتوري تطلع كونسوليشن تطلع مالجنان تطلع زي ما تطلع وكذلك في الساينس تطلع زي ما تطلع لكن يبقى انت عارف ان دي مش نورمال كويس قادر بلاي ايه اللي بيبان برايت في تي 1 ودي نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه في ناس ما تعرفش ان الحاجات اللي بتبان برايت في تي 1 الا الفات بس لا حضرتك الفات يبان برايت في تي 1 والبلاد يبان في تي 1 طب ايه الفرق بين هنا وهنا انا كاتب لك هنا بلاد وهنا بلاد ده فلو ده موفينج بلاد لكن ده ستاجننت بلاد كويس ده ستاجننت بلاد وبرده له ايجنج وهيبان شو برده ما نيجان نخش شويه بقى ان شاء الله تيجي الدخين السكن يقول لك لا احنا عندنا ايجنج بلاد البلاد ده عمره بيتغير يبان مره اسود مره ابيض ومره انترميديت الفات بلاد جادوريني الكونتراست الميلانين بروتين عندك سيمبل فلويد ايه مواصفات السيمبل فلويد اللي بتعمل فرامين ها فلويد الفلويد ده اسود يبان بروفيتي وان وايت صح الفرس طيب امتى تروح على كومبليكيتد او كومبليكيتد فلويد ولا كومبليكيتد فلويد لكن امتى يبقى كومبليكيتد فلويد لو حصل عليها هيمورج او انفكت حصل عليها هيمورج او اعرف مين السن اتغير ما عادتش نو في تي 1 وما عادتش بقت ايه في تي 1 زادت في البلد حصل هيمورج جوه السيستم انت تعرف هيمورج هيموراجيك سيستم كده يا جماعه بقى هيموراجيك سيستم تعرفها انت الناس اللي شغاله في المستشفيات دي دلوقتي ادينكسل سيستم انت كده ادينكسل سيستم في الصراع مكان تلقنا رنين جات لك فرنين جات لك سيستم اللي هو 51 هاي 52 اتز سيستم طب جات لك تي 1 برايت اجز كمان والله انت عاوزينه من شهر رجال تقرير من كونتاس كام بس كنت بتكلم على كونتاس كام رجال تقرير كاتب لي كده اجز هيموراجيك طب شكرا او شكرا ماشي انا كده هو اصلا شكرا ماشي بالساينس ده لكن هو عاوز يعرف دي هيموراجيك ولا ريبيتد هيموراجيك والله عشان كده بقول لكم الموضوع لكل ما يتعامل مع حد سوفيستيكيتد بتلاقي الدنيا مور افضل يعني لو احنا في كفر البلح عادي خلاص سن زي ما الراجل كله حصل بعض لكن هنا لا الموضوع الجامعه شويه بيختلف ليه؟ لان الابروش بيختلف الناس بتختلف والمستوى اللي انت شغال فيه هتختلف شغال هنا في القاهره القديمه غير شغال في التجمع شغال في مستشفى عاديه غير شغال في السواد الالماني شو انت شغال فين؟ مستوى الريسبونسبيلتي بتاعك فين؟ في ناس بقى بتتخطى كل الحواجز ويعمل ايه؟ بيشتغل بهاي كواليتي هو بيشتغل كويس هو فاهم كويس شوف بقى النقطه اللي جايه عندنا بقى الستراكشرز اللي بتبان في النص يبقى اتفقنا ان الحاجات اللي بتبان برايت في تي 1 هي كذا الحاجات اللي بتبان برايت هي كذا الحاجات اللي بتبان في النص زي الفلويد والليجامنت والمصر كل الحاجات دي بتدي سيجنال وحاجات بتدي بالمناسبه الحاجات اللي بتدي لو سيجنال برضه ثابته الحاجات اللي بتدي لو سيجنال برضه ثابته ومعظم الحاجات الانترميديت برضه ثابته في تي 1 وتي 2
عشان كده بقول لكم الاثنين استراكشرز الحقيقيين اللي بيلعبوا معانا في التي 1 والتي 2 والازمنه بتاعه الرنين دي كلها والبالس سيكلز بتاعه اللي هم فاتوا كويس. كل ده ثابت اول ما تلاقي في يعني اديك مثلا مثال الاي سي ال والبي سي ال اديك شكل كده ده المفروض يبقى ايه رنين ليجنز هو لوسي اول ما تلاقي عندك مثلا البي سي ال دايما يبان سيجنال دول الاي سي ال تلاقي فيه تلاقي لو سيجنال. طب لقيت بقى جواه اوفر ال ابنورمال سيجنال لقيت السيجنال دي زادت بعد ما حصل تبقى فرج على الات بتاع النورمال الموجود لسه ما تعرفش النورمال الاول وبعدين ادي الاستراكشرز اللي بتبان برايت في تي 1 مهمين جدا الفات والبلاد والكونتراست والميلانين والبروتين مهمين جدا. بالمناسبه زود جنب الميلانين كده اي بيجمنت تبان فيه تبان برايت في تي 1 زي الهيموسيدروزس زي الكبر كلها هيبان. نيجي في تي 1 تخش الامتحان تلاقي صوره زي دي تي 1 او تي 2 تي 1 عرفنا منين إيه؟ عرفنا من اكتر من حاجه. اول حاجه لو بصيت على الزمن تحت هتلاقي اف تي تي ار وتي اي شورت تي ار شورت تي شورت تي ار شورت تي اي حلو خالص. شورت تي ار قال من كم تفتكر بقى من 200 ل 600 شورت تي اي من 10 ل 15 كويس حلو. بالنسبه للبرين مهم شويه بالنسبه لكم في الفيرست معظم الناس اللي هتمتحنكم في البالس سيكونس هيجيبوا لهم اعتقد في عندنا برين في الغالب ماشي. ليه بقى؟ لانه هو الحاجه البلاتة بالنسبه لكم. فتيجي مثلا بالنسبه للتي 1 انا عرفت منين ان ده تي 1؟ عندي الطريقتين، الطريقه الاولى ان انا ابص على الزمن، الطريقه الثانيه ان انا ابص على الفيتشرز بتاعت الاستاد نفسها. اول حاجه بيقول لك اول في حاجه موجوده في كل مقطع في الجسم ممكن ده. كل مقطع في الجسم هتصوره في اي مقطع في الجسم بيخلو من السب كوتينس تيشو في اي حته ما فيهاش سب كوتينس تيشو ادي بص تيشو فتلاقي كده الفات الموجود سب جاليا ادي مين ده مين ده الفات. اول ما تلاقي برايت سيجنال يبقى انا كده في تي 1. طب بص هدخل بقى جوه شويه يقابلني البول صح؟ ماله؟ اسود. نتكلم بقى باللانجوج بتاعت اسود ده سيجنال بوينت. ندخل شويه نلاقي كل حاجه عماله تديني ايه؟ عماله تديني سيجنال. السبع اركنول سبيسز مليانه سي اس اف وسي اس اف في تي 1 يبان اسود. الفنتكلز مليانه سي اس اف وسي اس اف يبان اسود. طيب في حاجه ثانيه قال انا عندي الجراي ماتر والوايت ماتر. الجراي ماتر و الوايت ماتر. في السي تي جراي ماتر في الوايت ماتر. المفروض مين الغامق ومين الفاتح؟ الجري غامق والوايت فاتح. في السكاح بقى العكس. ايه اللي يحصل؟ تلاقي جري مرة بيضة والثانية جري. ماشي. طب هنا في التي 1 تلاقي في التي 1 الأبيض أبيض والأسود أسود. الغامق غامق والفاتح فاتح. تلاقي الجري مرة غامقة والوايت مرة. طب يبقى أنا عندي أكثر من طريقة عرفت بيها إن ده تي 1 أكزيت تي 1 ويت إيمج برنت برنت. حلو خالص. يبقى الفات برايت في تي 1 الفلويد دارك في تي 1 كويس. الجراي مثلا جراي دارك والوايت مثلا برايت واضح. طيب سيكونس ده يا دكتور حد يعلق على الصوره دي اكزا ولا سيرش ولا كرونر شيست ولا عبد ولا بلبس ابدو تي 1 ولا تي 2 تي 1 عرفت منين؟ فات رايت والسي اس اف اللي موجود في السباينال كانال والسي اس اف اللي موجود في السباينال كانال ها اسمه سي اس اف اللي موجود في الكوليكتنج سيستم ماشي. الفلويد اللي موجود في الكوليكتنج سيستم في الكدني بلاك يبقى ده تي 1 ويتد ايمج. طب ده تي 1 طب ده على دكتور محمد على الصوره دي دكتور حضرتك علق على الصوره دي حضرتك علق على الصوره دي
ليه؟ سيرب اي اي منطقه في الجسم دي؟ سيرجيتال تي 1 ويتد ايمج سيرفايكو دورسال ريجن. احنا انا ما قلتش ولا كلمه جديده، ده هياكد لكم الكلام اللي كنا بنقوله من شويه، ان احنا في بعض الاسئله بنقلب ديف ميوت. لا، انت اتحرك بشويه المكعبات الصغيره اللي عندك، الكلام بسيط وسهل. انا فين دلوقتي؟ انا اجزم الريسيرش اول كرونال اجزم يوالو اللي تيتو تي 1 ليه؟ عشان كذا وكذا. الفتح في السب كوتينس عامل ايه؟ ماشي برايت، والفلويد سي سي في حوالين الكور ماشي دارك، ات از تي 1 سيرفايت كودر سيرفي. تمام كده؟ جميل. نبدا نخش بقى على التي 1 بيزد ايمج. انا اكتر حاجه باخدها على التي 1 ايه؟ التي 1 بوست كونتراست. تي 1 بوست كونتراست، والى الان مفيش بوست كونتراست الا على التي 1. الكلام الثاني اندر ريسيرش هتشوفوه دلوقتي. طيب انا ظهر لي ليجن في التي 1 هعمل ايه؟ اطلب صبغه مباشره، هطلب صبغه، صبغه هبقى ايه في التي 1؟ برايت. نفس القصه بالظبط. تعالوا هنا، حد يعلق على الصوره دي يا شباب؟ اكزل سيرش ولا كرونو؟ برين ولا برين؟ ها تي 1 ولا تي 2؟ تي 1. بري ولا بوست؟ نورمال ولا اب نورمال؟ فيها ليجن، الليجن ده هايبر ولا هايبو؟ سنجل ولا مالتيبل؟ رايت ولا ليفت؟ ليفت. فرنت ولا برايتل؟ كتبنا تقرير، والله كتبنا تقرير، كتبنا تقرير. اكزل تي 1 برين ايمج بوست، اكزل بوست كونتراست تي 1 ويتد ايمج of the high brain level revealing left parahemispheric solitary space occupying region revealing vivid post contrast lines front. كويس، عملنا كتبت، انت كتبت حاجه واضح، بس عملت انت ايه؟ عملت تحرك اللي عندك ده تي 1 ليه؟ الفات الفات برايت و سي سي اف اسمه، والكونتراست في ليجن عندي لان الصوره مش نورمال، والليجن واخد كونتراست فيفيد انهانسر، واخد صبغه جامد جدا. ماشي، يبقى انا عرفت من الصوره دي ان تي 1 بوست كونتراست. شوف بقى الصوره اللي بعدها، ده خليك في الصوره دي، الصوره اللي في النص دي معلش، اعذروني بلاش دي، خليك الصوره دي. ستيور اور تي 2؟ تي 2 ها الفات بلاك صح؟ واحنا قلنا الفات بيبان بلاك في تي 2؟ بصوا يا جماعه، قلنا الفات بيبان برايت في تي 1 لسه برايت في تي 2. كويس؟ الفات ما بينطفيش الا لما حضرتك تطفيه. خلاص كده؟ الفات ما بينطفيش الا لما حضرتك تطفيه. بالفات صبرت. الفلويد هو اللي مره يبان اسود ومره يبان ابيض. عشان كده لو هتفرق بيزك كده في السيكونس ده تي 1 ولا تي 2، عندك ما عندكش الا الفلويد. الفات هيخليك تقول كلام غريب. ماشي، الفات ما بينطفيش الا لما انت تطفيه. طب الفات هنا مطفي ولا مش مطفي؟ مطفي والله. اول ما تشوف الفات مطفي على طول خد ثلاث كلمات عنك، ده يا اما فات سات يا اما فات سبريشن يا اما ستير. تاني صوت يا اما فات سات يا اما فات سبريشن يا اما ستير يا اما حاجات تانيه برضه هنقولها دلوقتي، بس دول اهم ثلاث حاجات. كويس كده؟ ماشي براحتك خالص. طيب، طب برضه هرجع اقول ده تي 1 ولا تي 2؟ ما حدش يقول لي ما احنا طافين الفات، ما انا قلت لك ان الفات ما بنستخدمهاش ان احنا نقول ده تي 1 ولا تي 2. الاي الجلوب الموجود ده موجود فيه مين اترس؟ الفيترس. والفيترس ده فلويد، والفلويد يبان ايه؟ لو في تي 1 هاي في تي 2، هو باين هاي دلوقتي؟ ها يبقى لو في تي 1، يبقى ده تي 1، يبقى ده تي 1. يا عم تي 1 ازاي وانت عامل لي سبريشن للفات؟ ده الفات مسود. تي 1 ازاي؟ حضرتك ما هو ده اسمه تي 1 فات سات. اسمه تي 1 ايه؟ فات سات. فات سات يعني ايه؟ يعني انا طافي فيه الفات. هعرف ازاي؟
لا هو ده حاجه انا هقول لك انا عاوز اقول لك ايه ان انا في حاجه اسمها تي 1 تي 1 بوست كونتراست وتي 1 فات سيل وتي 1 بوست كونتراست فات سيل بالترتيب كده ده ايه ده تي 1 تي 1 فات سيل طيب الفيسلز ده مثلا سيكونس ده ايه ولا في 1 ايه انا ليه عشان اسهل عليكم ده ارث بروجرام استاد دكتور انس عبد العزيز احد نوابنا المحترمين عنده استاد جامده جدا ورسالته في الفيمو استمبر البنجي باذن الله انا كان هو محاضره هنا تحت اشراف الدكتور عبد العزيز ده الجادرينيوم ده اللي انا باين ايه؟ فاهم برايز برايز يبقى انا بتكلم فيه ده عامل تي 1 ازاي والفات الاسود؟ حضرتك ده عامل فات سات عليه طب بس في مستوى الموضوع طب ده في بوم مارو هنا جوه العظم كان المفروض يبان ابيض حضرتك من عامل سبريشن للفات ده ليه؟ عشان لو في اي ليجنز هنا يبان كويس احنا قلنا اتفقنا ان الرنين هو الفرق بين المجموعه دي اللي بتمثل السي تي والمجموعه دي اللي بتمثل الناس اللي ما تعرفش من البني الا البني والناس اللي عارفه من البني اللهم بارك كام درجه 10 ل 20 على الاقل الناس اللي ما تعرفش من الاحمر بتاع ضلمه الف مبروك يا ريس ف الناس اللي ما تعرفش من اللون الاحمر الى الاحمر الناس بقى عارفه تاني عارفه درجاته وانواعه واستخداماته طيب نيجي صوره زي دي محتاجين حد يعلق على الصوره كمان تفضل كويس جميل جميل ها ليه نمر ولا نمر يا جماعه ليه عشان في حاجات بتلخبطها يا جماعه هشوف الصوره دي بعد شويه البروجيس بتاع المحاضره هيخليك تشوف الصوره دي انا عاوز حضرتك تعمل ايه سيمبل خالص تي 1 ولا تي 2 سيم اجزا ولا سيستم ولا كورونا سباين ولا اي حته في الدنيا سباين سيرفايكو ولا دوسو ولا لمبه انت عملت ثلاثة دور سلمة عملت ثلاثة بالكلام جنب بعض ماشي تي 1 ولا تي 2 تقول تبص على الفريوي الفريوي دي اللي هو فين سي اس اف ده حوالين الكور سي اس اف مين ها اسود سي اس اف مين ايه اسود يبقى تي 1 ولا تي 2 تي 1 طب الفات نور لا يبقى فات سهل طب انا مدي سامعه يبقى نورمال ولا اب نورمال لان في حاجات نورمال ولا اب نورمال اب نورمال لان في حاجات واخده اب نورمال واضح يا جماعه الفرق؟ يبقى عندي تي 1 تي 1 فات سات تي 1 بوست كونتراست تي 1 بوست كونتراست فات سات. تخش على تي 2 نفس القصه. التي 2 عندي تي 2 براند عادي خالص والتي 2 فات سات والتي 2 ستار والتي 2 ويز كونتراست. ايه التي 2 ويز كونتراست؟ يحيينا ويحييكم ربنا. من ايام ما كنت نايم في 2011 حد كان جاي من امريكا قال ان هم اشتغلوا على التي 2 لحد النهارده اللي شفناه ان شاء الله نشوفه انت وصلوا لنا فقولوا معانا يا رب تي 2 نفس الصوره اللي وعدناكم بيها تيجي للبلاك حاجات البلاك هي البلاك طب حاجات البرايت في تي 2 اي فلويد سي اس اف بلادر يورين بايل الجول بلادر اي فلويد استراكشر هيبان سيمبل سيستم يبان ايه؟ سيمبل سيستم في لو في التي 1 ابيض فين؟ لو في التي 1 هاي في التي 2 يبقى الحاجات اللي بتبان برايت في التي 1 المين فيتشرز اوف هاي سيجنال في التي 1 هو مين؟ هو فلويد وركز احنا قلنا في الايمج كاركترايزيشن مين اهم بالنسبه لي؟ نسيت اقول لكم نقطه في الفات سات هي ايه فكره الفات سات؟ احنا قلنا الفات يبان عندي الكتور برايت صح؟ طب ولو في ليجن وهياخد صبغه يبان ايه؟ يبان برايت اعرفهم منين؟ يعني لو افترضت هنا ان انا عندي ريترو ارم الماس وخالد انهانس خالد انهانس يعني بقت بيضه برايت والفات اللي حواليها برايت اعرفها ازاي؟ اعمل انا ايه؟ فات سات انا عاوز اقول دلوقتي ان كلكم متقدمين لي فيرست بار صح؟ كويس طب كل الناس تمشي بعدم نواب على ايه؟ نواب
ريزيدنت موجود ريزيدنت كلهم يمشوا معانا فلات. انا عاوز اعمل ايه؟ عمال اعمل كاركترايزيشن نون كاركترايزيشن. كان عندي تي 1 والليجن باين فيه قلت احسن عليه سبب عشان ايه بيبان اكتر. طب السبب هتتلخبط مع الفات يبقى ها كمان اعمل تي 1 فات سيت. دلوقتي اسينشال بروتوكول موجود في كل الفحوصات لازم تعمل تي 1 بوست كونتراست فات سيت. شايفين يا جماعه الريكتال والريكتال نيوبلازم ده والله في السي دي انت لو شفت ده ضلالات ولو شفته من غير سبب او من غير فات سبريشن ده هتعرف ليه بقى حضرتك. لان انت مش مطلوب منك تقول ان هنا بس في باثولوجي ده في الفيرست بار مطلوب منك باثولوجي مطلوب منك تعرف ده نورمال ولا اب نورمال. تدخل السكند ده اب نورمال ايه ماشي كذا تعرف تخش بقى حضرتك على الاي بي دي مش هيسالك دي ايه هيقول لك اعمل لي اعمل لها ستيج بيتكلم في ليفل ثاني اللي كان في ستيج بقى. فبرضه لازم تركزوا في مستوى الفحوصات انت عندك ايه وتتعامل مع ايه وانت محتاجه في ايه. تيتو اللو والانترميديت الاثنين زي بعض بالنسبه للحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. قال الصوره بتاعت التي 2 المين فيتشرز بالنسبه لي الفات ايه رايكم فيه مش باين زي التي 1 ولا مختلف؟ الفات الفات الاسبريت ماشي في معظم الفحوصات في معظم الافلام الاثنين زي بعض تي 1 زي تي 2 كويس. لكن الفلويد هو المين فيتشرز. المين فلويد اللي موجود في السي اس اف في الفنتركلز والسبراكنيال سبيس والسيستير اللي موجود برايت. اليورين اللي موجود في البلادر برايت. السي اس اف اللي موجود اراوند الكورد في السبانا كانال برايت. بلادر برايت. جوينت افيوجن برايت. وكذلك هنا فاكر لما قلت لكم ان اللانج بان سيجنال فويد حلو اول ما تلاقي فيها سيجنال يبقى سوري ده نورمال. تي 2 ايه رايكم في ده؟ لو انا جيت لك في الامتحان وادي لك صوره زي دي ينفع حد ينفع دي تبقى تي 1 وينفع تبقى تي 2؟ ينفع براس؟ ينفع تبقى تي 1 وينفع تبقى تي 2؟ ينفع الصوره يا جماعه ينفع تي 2 وفات فات بس ينفع تي 2 وفات فيوجن وينفع تي 1 وحالة؟ انا عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك ركز عاوز اقول لك ركز لحظه مبسوطه في الحته دي ان انت تبقى فاهم الصوره اللي قدام. يعني الابيض ده يا اما ايه يا اما ايه؟ لو الصوره دي تي 2 يبقى الابيض ده ايه؟ لما لو الصوره دي تي 1 يبقى بس موضوع سيمبل خالص وبسيط. ما تعرفش بقى دماغك بتقول بس دي زي دي لا يبقى ده فلويد. طيب تعالى على اي حاجه اديك ستراكشر ستادي موجود دلوقتي. انا عرفت منين ان الصوره دي تي 1 ولا تي 2؟ ها عرفت منين يا جماعه تي 1 ولا تي 2؟ تقريبا تي 1 يا جماعه ده السلايد تي 2 فات سات. كل السلايدات دي تي 2 ماشي يا جماعه مش ده بايل موجود اهو ماشي كويس ده زائد الديسك ماتيريال. ها اي فلويد يبان برايت انا في تي 2 خلاص قول اهو. انا بس بحاول اشوف هو الجيل ده يا باشا ده ابدو. ما انا لسه هسالك بقى علق بقى على الصوره دي اجزل مستشفى الريكتورال ابدو من الريجست ابدو ابر واللور ابر عرفت منين؟ من البنكرياس والليفر ماشي حلو. البنكرياس فيه بنكرياتك ده فيها باي باين برايت تبقى تي 2 ازاي والفات مسود؟ اصل انا حضرتك فات سات انا عامل له سبريشن. الناس مركزه ولا نمنا؟ طيب نكمل. تي 2 ستار تي 2 ستار ايه بقى تي 2 ستار ده؟ انا كنت بس عايز اسال على حاجه اتفضل بس على حاجه مش عارف تعتمد عليها. هو تي 2 ما بيحلش ليه في سبب؟ ممكن ينفع نحل هو هيقول لا يا ابن انا تعيان فوقت تي 2 على البرين الناس هيقول لك نو انت بتقول مش هو ده عادي بس ايه الفكره بتاعتك؟ مش هتستفيد حاجه بالصوره يعني ايه؟ لا مش هتدخل ما هو اللي في تيتو بيبان ابيض انت في تيتو يسمى بيبان ابيض على ابيض يبقى ما فرقش فيه بالهم؟ لكن هو ممكن
برولونج تي ار يعني هو ده برولونج لونج تي ار لونج تي الكونتراست بيزود اللوكيشن فابيض على ابيض مش هتستفيد منه بس هي دي الفكره ده ممكن تلحق انت تكون تاخد صوره عادي احد اشكال التي 2 سيكونس اسمه تي 2 ستار اسمه ايه تي 2 ستار ايه الفرق بينه وبين السيكونس العادي اكتبوا الكلمتين دول عشان ما تدخلوش عليهم في الكتب كتير التي 2 العادي سبين ايكو ويل سبين ايكو طب التي 2 ستار جريديانت ويل اول كلمه تس جريديانت ويت الايمج كويس فرق بينهم في الفيزيكس هو ده الفيزيكس الابلكيشنز بقى ان تي 2 بشوف بيه اناتوم وباثولوجي التي 2 ستار بشوف فيه بلاد انا عندي ليجن اهو مش عارف ده سوفت تيشو واخد صبغه ولا بليدنج انوريزم ولا اي في ام ولا هيماتوما اعمل ايه تعمل ايه عشان تفرق بين السوفت تيشو والبلاد انا مش فاهم انا مش عارف ده ايه وده ايه تعمل ايه ما هو البلاد ده حضرتك بيبان اف تي 1 ها البلاد بيبان اف تي 1 عندي هيماتوما لما اقول لك بلاد بيبان اف تي 1 ما قصديش البلاد اللي جوه البلاد لا سيجنال فويد انا البلاد عادي ماشي ها يبان برايت صح طب والسبعه كان برايت يعني ممكن اللي قدامي ده يبقى هيماتوما وممكن اللي قدامي ليجن واخد سبعه ممكن يبقى فات ممكن يبقى فات ليجن انا مش عارف النيتشر بتاعه يقوم يقول لي ايه بقى حضرتك خد كمان خط ثاني خد كمان خط اقول له عندي سيدي ايه الموضوع من الاول يعني لكن المره دي ليه فحص رنين بس رنين خد بالك النقطه دي مهمه جدا رنين في الماسكو سكليتر من غير اكس راي انت هتكتب ضلالات في ضلالات صح كده هتكتب كلام ما انزل الله به انزل في مصر سميث ام ار اي من غير اكس راي هتكتب كلام بشع كلام ما ينطقش طيب رانين في اي حته من غير فحوصات قبل سونار في سي تي برضه انت هتكتب كلام غريب هيبقى عيان جاي في تروما وفي هيماتوما تقدر انت تكتبها في البرين ان في ويل ديفاين سوفت تيشو ماس ايجنت موجوده في المكان الفلاني ريفيلنج لو تي 1 وهاي تو سيجنال ديسك هتكتب كلام بشع وهي هيماتوما طب انا عاوز اخد خطوه سن بعدين انا دلوقتي محتار ده بلاد ولا مش بلاد هتتسال السؤال ايه السيكونس اللي اعمله اعرف ده بلاد ولا لا اسمه التيتو ستار ده بيعمل ايه؟ سبحان الله وهما بيشتغلوا في الرنين الجريدينت فلقوا ان الجريدينت بيعمل ارتفاكت لقوا ان الجريدينت بيعمل ارتفاكت هنعرف اسمه دلوقتي الارتفاكت ده ما بيحصلش الا مع وجود البلد فبقى بيستخدم في الغرض ده يبقى ايه الفرق بين التي 2 والتي 2 ستار؟ ان التي 2 سبين ايكويتد التي 2 ستار جريدينت ويتد التي 2 used for anatomy pathological characterization التي 2 star used for detection of blood component only الحاجة التانية بقى الحاجة التالتة ودي المهمة جدا ان البلد صورته بتختلف في التي 1 والتي 2 مرة يبان برايت مرة يبان هايبر مرة يبان هايبو مرة يبان اسود على حسب الايدج بتاعه لكن البلد بيبان في التي 2 star اسود ايا كان عمره قديم او جديد زي بعض الكلام ده مهم جدا جدا, جداً. ماشي ثلاث نقاط مهمين جدا في التفريق بين تيتو وتيتو ستار حد ايه اللي اسامي الموجوده تحت دي اسماء التيتو ستار اللي بتنكتب في الاجهزه اللي بيطلبوها الناس فتلاقي واحد يقول لك انا اعمل لي تيتو ستار بس بص محمد اعمل لي اس دبليو اي ايه اس دبليو اي ده بص هرس اعمل لي اس دبليو اي ان ايه بقى شورت ويتد ايمج سسبتبيلتي ويتد ايمج اختار لي الكلمه دي ماشي النسوان والله يا جماعه بحاول اوصل هي اختصار ايه مش عارف بس اللي يعرف بيعرف ليه سوان هي بالظبط الشورت ويتد ده الاختصار اللي في الفيديو سسبتبيلتي ويتد ايمج
النسوان مشهور كتير لكن انا لسه مش عارف اوصل الاي ام دي اختصار ايه فلو حد يقدر يفيدنا فيه فالتيتو ستار ايه الفرق بين الاس دبليو اي والتيتو ستار هو نفسه الدكتور لا الاسم مختلف مفيش اي فرق خالص وكذلك النسوان نخش بقى الاستراكشر موجود اهو كويس ده يطلع ايه يا جماعه اي حاجه اي حاجه شوف الكلام ده تسلم يا باشا اي حاجه لكن هنا ده يطلع ايه بلد. يطلع بلد يطلع المعلومه الجديده الام ار بيشوف البلد احسن من السيتي بعد ما طلع الجريد ده والسيت ميديا فات ليه كان بيجي لك عيال شيرين ايه حتى لو مش تلاقيه مهمة لو عملت له جريد ما تلاقي فيه بتيجي الهيموريج كده الفريت اللي حصلها شيرينج انجري يجيلك نقط بلاد تشوفهاش توضيح بس اللي بنقول عبد الله لان هي فعلا مهمه البرين كونتيوجن والحاجات الفيري ايرلي السطر الصغيره دي انت هتعرفها ازاي لو قلنا الجري مثلا ببيف سي تي عامله ازاي فاتحه ولا غامقه الجري مثلا في سي تي فاتحه طب والبنك تتهمرج الصغير ده يبان ايه زيه بالظبط مش هتشوف حطهم على بعض كده حط بيضه في كوبايه لبن تبان ازاي مفيش احنا كنا زمان مشكلتنا في الرمال كله يقول لك ما بشوفش الهمرج عامل لنا عيد كل ما نعمل عين المراي ولا تحصل لها المراي في شرطه بعد ما طلع جريديا تحللنا المشكله في العين السكر بنعملها بالمراي بس نعملها جريديا تاني عشان نشوف الهمرج بس هو عيب الوحيد ما فرقش قديم الجديد بس انت كده كده في العالم يعني هم ليجا ده جديد عيان عنده هم ليجا من 5 سنين وبدا هم السنين واضح يا جماعه فالسيكونس ده مهم مهمته فيها يا انه بيديتكت البلاد في اي مرحله لا في كل مراحل وانس ان هو يدروب يبقى الارتفاكت اللي كنا بنتكلم عليه اسمه حضرتك اسمه ماجنتيك سسبتبيلتي ارتفاكت ده كلام مهم لا اكتبه ده مش ليه Magnetic susceptibility artifact. The small vascular malformation of head draining giving and bad. Even? What's that? How many did you do? لا والله دي الفيسلز اللي حضرتك بص عليها دي قصدك النقط دي صح؟ اه لا ده مش السي اس اف ده البلاد فيسلز اللي ماشيه جوه السب اركنويد سبيس ايه عيال عنده في ام لو صغير في الجريد اي عيال عنده فيليبسي ده تعمله الجريد مهم جدا اي سمول فاسكولار ما ده فايبرستيشن ده بيبان جوه في الجريد ده كل الاطفال ده بيبقى بص يا جماعه هديكم برضو نقطه صغيره كده نقطه صغيره في البرين تي 1 وتي 2 تعرفهم ولا تعرفهمش؟ تعرفهم تعرفهم كويس تعرف ده تي 1 وتي 2 هيجيلك صورة زي دي بدون أي بيانات تحس أنت تحس إيه؟ أنا لو هشوفها لأول مرة أقول إيه؟ الصورة المبهمة دي اللي كلها جري كده كلها إيه؟ جري أنا مش مفيش تيشو كده معين قادر أمسكه عشان الصورة دي في البرين حاجتين كام حاجة؟ حاجتين هو ده مش هينفع نسجل البحث بروتون دنسي وتيتو ستار الصوره اللي كلها جري دي بروتون دنسي وتيتو ستار بس البروتون دنسي انت ستيل قادر تفرق في تيشو ستار عادي كمان انت بتشوف السكال الكنفيريا البولت اللي موجود كل كان ستار بيركز على بروتون ستار بيركز هو كتير مواحد انا عاوز انت لما بتيجي تكتب تشوفه انا عاوز منه كتير مواحد حتى اللي انا شايفه فيها دي اسودت ولا مش اسودت تبقى بس ما تقولش نفس القصه انا عندي ليجن تي 1 ولا تي 2 تي 1 ولا تي 2 تي 1 ليه فلوت كلير كلير ايوه ايه بقى الفلير ده هنقوله دلوقتي بس ركز طيب خلينا من السيكونس نفسه في حاجه هنا ولا مفيش طيب هنمشي برضو بالتسلسل الطبيعي اجزاء السلسله ولا كرونال برين ولا غيره برين في اي ليفل
في الفنتريكا اللي نورمال ولا اب نورمال؟ رايت ولا ليفت؟ سوليتر ولا مالتيبل؟ سوليتر. هايبر ولا هايبو؟ هايبر. فرونت ولا برايتن؟ فرونت. فرونت. ماشي. وهنقول هنقول ازاي تفرق بينهم بعد شويه. ماشي. بالمناسبة ما انتش عارف قول فرونت برايتن. تقفش. ما انتش عارف قول فرونت برايتن. خدت بالك؟ طيب. الليجن ده ايه؟ اوف هاي سيجن انتنسيتي ولا لو سيجن انتنسيتي؟ اوف ابنورمال سيجن انتنسيتي. مدي ايه؟ مدي هاي سيجن. طب ده بلاد ولا غيره؟ لا تعالى حضرتك شوف هنا. سبريز تبعد؟ يبقى بلاد كومبول. ماشي. دي سمول هيماتوما صغير. واضح؟ كلام جميل. ال السيكونس ده يا شباب ده السيكونس جري ده اللي مش فاهمه. ماشي. اللي انا مش فاهمه اللي هو كله جري كله جري والفلويد فيه ابيض ولا اسود؟ ابيض. يبقى دي تي 2 ستار. تي 2 ستار. بروتون دنس. بروتون دنس ده فحص مهم جدا خصوصا في ال ال الجيلاتينس ماتيريال زي مين؟ زي الليبرم زي الكارتلج زي المينسكاي. ماشي. الغضاريف حلو جدا في القصه دي. ليه؟ بيديتكت اي باثولوجي ولو صغير. لك ان تتوقع الفرق بين ده وده. انتيرو هورن ده وده. اقدر اقول هنا ميديا ولاترال انسف ولا ما اقدرش؟ اعتقد المصل بالك هنا قليله شويه فانا لاترال اكتر. لا ميديا عشان في تمام. وهنا بصير هون دبل انتيرو يبقى انا في الميديا منسكس. يبقى بصير هون وكل ده نورمال ولا اب نورمال يا شباب؟ ده نورمال لانه سيجنال فويد مفيش في اي اب نورمال سيجنال. تاني ده ليه نورمال؟ المثلث ده ليه نورمال؟ عشان سيجنال فويد. طب ده ليه اب نورمال؟ عشان في سيجنال. واضح؟ لو انا لقيت اي سيجنال هنا في الكارتلج ده يبقى نورمال ولا اب نورمال؟ يبقى اب نورمال. طيب في ستراكشرز هنا اهو ده نورمال ولا اب نورمال؟ طب وفي ستراكشرز هنا ورا ده نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. شوفوا بقى الصوره اللي جايه رسمت لكم كل اللي انتم محتاجينه. ادي انتيرو هورن في ميديال منسكس. بصير هورن في ميديال منسكس ودي المسلس. كذلك هنا انتيرو بصير. لكن ده نورمال ده اب نورمال. عرفت منين؟ لانه مش الطبيعي انه يدي سيجنال. لقيت فيه اب نورمال سيجنال يبقى فيه اب نورمال باثولوجيكال انتيتي. حلو خالص. طب ده في فلويد وهنا برضه في فلويد. ده اسمه افيوجن وده اسمه بيكر سيست. دي كلها باثولوجيكال مش محتاجين نعرفها دلوقتي. احنا مركزين في ايدنتيفيكيشن اوف بلسك. وكذلك كل الصور دي بروتين دنسيتي. اشهر ثلاث حاجات بستخدم فيها البروتين دنسيتي الماسكولو سكليتال كله نيو انكل بالاضافه للتمبرو مانديبولار جوينت والبرين. ثلاثه من الابلكيشن دول بروتون ماسكولو سكليتال برين تي ام جي سبيشال سيكونس. قلنا عندي كام فلويد كام تيشو مهمين جدا بالنسبه لي في الفحوصات. التو هورسز الكبار الووتر والفلويد. الووتر والفات. طب عشان اجي اعمل طولنا شويه القاعده دي؟ طولنا شويه؟ لا اتفضل. جبتوا زيتوا؟ زيتوا صح؟ خلاص تمام. طيب ال هنختصرها بسرعه وان شاء الله تبقى الفات بيز كويسه للكلام اللي جاي. الفات والووتر. الفات والووتر هم دول الطهر اللي انا بشتغل بيهم كويس؟ مرات عشان ابص على الليجن كويس وابص على الدنيا كويس اضطر اعمل سبريشن لواحد فيه. فاعمل سبريشن اللي فات واعمل سبريشن للوتر. زي ما كنت بقول ان انا عندي في التصوير عندي تو مين سيستم بشتغل فيهم اللي هم السبينيك والجريلن. برضو عندي تو مين سيستم بفور سبريشن اللي هو مين؟ الانفرشن ريكفري والكيميكال شيفت. الانفرشن ريكفري والكيميكال شيفت. تفاصيل كل واحد من دول محتاج وقت. فانت عرفه من ده في حاجه اسمها انفرشن ريكفري وحاجه اسمها الفات. نبدا بالفات سبريشن. الفات سبريشن
في ناس سمعت عن الفات سات والفات سبريشن والستير والان فيز والاوت اوف فيز صح؟ في حد سمع الكلام ده؟ طب قريتوه طيب؟ ما هو صح الكلام ده كله كلام فيز. حد قراه طيب؟ حد شايفه في اي مركز اي حاجه؟ طيب بصوا يا جماعه الفات سات تلخيصا للموضوع انا بعمله ليه؟ عشان في حاجة عاوز اشوفها كويس خلاص؟ طيب الفات سات ده بعمله على تي 1 ولا على تي 2؟ لا ممكن اعمله على لامدا ماشي؟ يبقى في تي 1 بيزد تكنيكس وفي تي 2 بيزد تكنيكس. ليه انا اخرت التي 1 عن التي 2؟ التي 2 ده يا جماعة ده البيزك بتاعي، يعني لما اجي اي فني شغال تحت اقول له اعمل لي فات سات، هيعمل لي فات سات على التي 1 ولا على تي 2؟ على التي 2 خلاص كويس كده؟ جميل. طب امتى اقول له اعمل لي فات سات على تي 1؟ لا ده حاجه سبيشال بقى، ده سبيشال السبيشال ماشي. طيب تي 2 بيز تكنيكس اللي هما مين بالنسبه لنا؟ ثلاثه تكنيكس معروفين، ستير شورت. اختصار الستير يعني يا شباب شورت تايم انفرشن ريكفر. طب والسبير؟ سبيكترال بري ساتوريشن انفرشن ريكفر اللي هو تي 2 فات سات زائد الووتر اكزايتيشن تكنيكس. ايه الووتر اكزايتيشن تكنيكس؟ اتنيني اعلي السيجنالز بتاع الفات بتاع الووتر جدا 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 لدرجه كان في بني ادم قصير وبني ادم طويل، بني ادم طويل عمال طوله جدا، هما الاثنين كانوا قريبين من بعض، لكن ده لما طال جدا ظهر الثاني ايه؟ قصير جدا. اهو ده اللي بعمله بالظبط لما اجي افحص اعمل بعض الفحوصات الخاصه بالفلويد الاساسيه. زي مين حضرتك يا دكتور محمد؟ زي الارتز مثلا اعمل لها فحص اسمه ايه؟ ام ار ايه انجيوجرام، ام ار ارتريجرام. طب والفينز؟ ام ار في فينوجرام. طيب والبايل؟ مارسي ايه انجيوجرام. طب واليورين؟ ام ار يو يوروجرام. ايه اللي انا بعمل ايه هنا؟ انا بزود الوقت اللي باخد فيه الووتر، باخد فيري لونج تي 2 تايم. فاكرين لما كنت بديكم مثال ان احنا واقفين هنا وعمال بصور تي 1 وبصور تي 2 ماشي؟ لو جيت عند التي 1 الاقي الفلويد بان اسود والفات بان ابيض، وعند تي 2 الاقي الفلويد بان برايت والفات ليس برايت وفي شويه استراكشرز جنبهم كده، واحد انترميديت لكن مستلم الدي ان ايه سيجنال. طول بقى طول، اعمل فيري فيري لونج تي 2 تايم. مين يجيبك اخر ماك؟ الووتر بس. الووتر والله الكلام ده مهم جدا، انت ما تعرفش تفهمه. فيري لونج تي تو تايم. الساتوريشن بتاع الووتر ده اخر حاجه، اخر حاجه بتسود في كل حاجه هي الووتر. ماشي؟ يجي يقول لك بقى خد تي تو تايم من 8000 ل 10000 مللي سكند عشان تجيب اليورين. من 10 ل 14 مثلا عشان تجيب البايل. من 14 لكذا عشان تجيب الفينز، من كذا لكذا عشان تجيب الارتمس. كل الكلام ده بسيط وسهل. البيزكس بتاعته سهل. ان الووتر هو اخر واحد بيسود فعامل له ووتر اكزايتيشن. طب اخد عندي السيكونس اسمها ايه؟ اسمها كذا على حسب الفلويد اللي بستخدمه في ام ار يو، ام ار اي، ام ار في، ام ار سي. واضح؟ بسيط خالص. التي 2 بيزد تكنيكس هي سبريس المايكروسكوبيك ولا المايكروسكوبيك فات؟ هو في حضرتك في فرق؟ اه في. ليه؟ لان في باثولوجيز مشهوره، باثولوجي مشهور وبيجي كتير. انا عاوز حضرتك شغال في السونار مثلا، شغال في السونار، في حد فينا بيكتبش فات الليفر؟ ها الناس اللي بتزوق الكلام شويه يقول لك هيباتيك فاتي انفلتريشن. في ناس بقى تزوق الكلام اكتر زي كده يقول لك هيباتيك ستيتيزس. واحد بيزوق الكلام يقول لك ناش، اكتبها كده نون الكوهوليك هيبات ستيتيزس. عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك ان ده باثولوجي بالنسبه لنا كومن ولا مش كومن؟ بنكتبه على طول. طب في اثنين باثولوجي مركبين على الباثولوجي ده اللي هما هيباتيك فوكال فاتي انفلتريشن وهيباتيك فوكال فاتي سبيرنج. في حد فينا ما شافهمش؟ طيب مش هعرفك ده بقى حضرتك ان ده النورمال، ان ده النورمال وده هيباتيك فوكال فاتي انفلتريشن، وان مش العكس ان ده فاتي وده سبيرنج. وحضرتك عايز اقول لك ايه؟ نعرف ازاي؟ طبعا احنا بالنسبه لنا الكلام ده مش مهم حضرتك،
ليه؟ ليه؟ لان موضوع الشعب الوسط كله وبيت كله عنده فتره الموضوع مش مهم ماشي. لكن لما تيجي في مكان بياخدوا الديسيجن على الفاتي ليفر ناس بتشتغل على الموربيديتي اوف اوبيزيتي الناس في ناس مهتمه. اول امبارح كنت عندنا الدكتور تامر سالم مش شايف بوست لواحد دكتور مصري هنا سائح الماني بيتعارك في مصر ماشي جاله ابدومينال البين وبتاع الراجل ده شركه التامين بتاعته مغطيه ما بين المانيا ومصر ادت ايميل الكومبلين بتاعته سمعت هناك ماشي. فالدكتور لقى فيه تليفون جاي من المركز الرئيسي بتاعه هناك هو اصلا قاعد في قريه بيطمن على صحه المريض هنا وهل الكومبلين بتاعته دي هتاثر على فتره وجوده في مصر كسائح ولو هتاثر على درجه استمتاعه بالاجواء كم في الميه ماشي عشان هيتم تعويضه. قصه طويله وعن الناس مهتم احنا قد يكون الموضوع برمته بالنسبة لنا مش مهم. نرجع للمهم بقى عاوز استجابك تفضل تفضل تي تو بيزي تكنيكس يسابلس الميكروسكوبك ولا الميكروسكوبك ميكروسكوبك الفات سيلز الفات سيلز. سؤال تاني هو الفات ليفر فات سيلز ديبوزيشن ولا فاتي انفلتريشن؟ في فرق؟ انا بسألك يعني هباتو سايت بتريبليز بنجيب مكانها فاتي سيلز ولا هباتو سايت بتحط جواها فاتي ديبوزيشن انفلتريشن خلاص كده؟ في فرق؟ في فرق حضرتك لان في فاتي ليجنز جوه الليفر الفات ستراكشرز الموجود جوه الليفر دي ماشي. الفات دي ماكروسكوبيك ولا مايكروسكوبيك؟ ماكروسكوبيك. فدي لها طريقه في السبريشن والثانيه لها طريقه ثانيه في السبريشن واضح؟ هتشوفوا دلوقتي. طيب التي 1 بيز تكنيكس ده اللي هو عندنا احنا سالناه من شويه اللي هو التي 1 بري بوست تي 1 فات سات سواء كان بري كونترست او بوست كونترست وده برضه ماكروسكوبيك ولا مايكروسكوبيك؟ ماكروسكوبيك. لكن في عندي حاجه اسمها كيميكال شيفت ايمج كيميكال شيفت ايمج وده انا بكبر لك حته ايه اسمها جريدينت ويدد ايمج الان فيز والاوت فيز. الان فيز والاوت فيز يا محمد انا هسالك سؤال بعد اربع خمس سنين سبين ايكو ويدد ولا جريدينت ويدد؟ جريدينت ويدد. التيتو ستار دكتوره سبين ايكو ويدد ولا جريدينت ويدد؟ جريدينت ويدد. بصوا يا جماعه اي فحص انا بعمله جريدينت ويدد بستخدمه بالنسبه لنا مينلي عشان استفيد من الارتفاكت اللي طلع منه. في البلاد كان في ارتفاكت اسمه ايه؟ ماجنتيك سستبيلتي ارتفاكت ماجنتيك سستبيلتي ارتفاكت. هنشوف بعد شويه في الان فيز والاوت فيز هتعرف ان الصوره اللي قدامك مديه ارتفاكت من خلالها تقدر تتعرف على الصوره من غيرها انت مش هتعرف. يبقى عرفنا الفرق بين القصه دي يا جماعه؟ التي 2 سيمبل خالص انا عندي ستير وسبير ووتر اكزيتيشن وتي 2 فات سات كله بيطفي الفات كله بيطفي الفات. التي 2 بيز ايمج دول وده بيطفي مايكروسكوبك بس التي 1 يطفي مايكروسكوبك وماكروسكوبك. طيب عشان نلخص الموضوع عندي سيكونس اشهر ثلاث حاجات ستير وفات سات وفات سبريشن. عند الستير يا جماعه هتقول لي برضه ايه الفرق بينهم؟ اقول لك في واحد بستخدمه عشان تنر ده سيجنالز ده قمح السيجنالز اللي طالعه من الفات ده مين؟ ده الستير وبستخدمه في مين؟ في الماسلوس مين؟ تاني كده قمح اي سيجنال طالعه من اي فات بمين يا ناس؟ ستير بستخدمه اكتر في الماسلوس مين. طيب الفات سات والفات سبريشن تو مينيمايز ذا سيجنال فروم ذا فات اقفلها خالص ولا مينيمايز؟ مينيمايز. وده بستخدمه في السوفت اي سوفت سهله سيمبل خالص فات سات وفات سبريشن سوفت تشو مينيمايز السيجنال الستير ماسلوس كريتد نرم ريموف ذا سيجنال. دي صور بسيطه خالص نيجي اول ما تلاقي الصوره مغمقه كده اعرف انك عامل فات سات اعرف انك عامل فات سبريشن باي سيكونس بقى حضرتك ده انا بتكلم في الماسلوس كريتد ولا في سوفت تشو؟ ماسلوس كريتد يبقى انا بستخدم الستير وان شاء الله المحاضره هتكون معاكم تقدروا تبصوا فيها على الاستريكس الموجوده والارز اعرفها مش عارف. نيجي هنا ايه رايكم في الصوره دي؟ دكتوره علقي على الصوره دي بقى. بس
يا دكتورة بالراحة أجزاء وسيرشن ولكرونة ها درست ها كرونة كرونة الإيمج تي وان ولا تي تو تي وان عرفت منين سبكتونات فات براي كويس جميل إيه تاني نورمال ولا أبنورمال البوم مارو هنا يا جماعة كل العظم ده فيه بوم مارو البوم مارو عبارة عن فات الفات يبان أبيض طب الفات هنا أبيض هنا 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 ها يبقى فيه باثولوجي صح طيب عاوز أعمل الباثولوجي أو أعمل إيه ماشي إيه رأيكم شفتوا لما صبرس الفات إيه اللي حصل عملت هنا صبرس الفات وحصل ووتر إكزايتيشن الووتر ظهر البوم مارو انفلتريشن ظهر البوم مارو انفلتريشن ظهر طب هتقولي هو ليه ابيض هقول لك لان معظم الباثولوجيز اللي بتحصل بتزود الووتر كونتنت سواء كانت نيوبلاستيك سواء كانت انفلاماتوري طب فبتبان بالصوره واضح يا شباب عشان كده فوق كانت ديو تو بوم مارو كونتيوجن وارد انفكشن وارد تيومر وارد يا فندم استي ماشي يعني هو نفس المعنى احنا قلنا الترمينولوجي هو انا عامل فات فات سات في ماسكو سكريتر ستير او سبير طيب ايه رايكم في هنا تي 1 ولا تي 2 ولا سيكونس ده اجزر ريسيرشتال اجزر على البرين والاوربت ولا مكان تاني برين واوربت سي اس اف ابيض ولا اسود ابيض يبقى تي 2 في عندي ليجنز موجود ولا مفيش ها تمام الاكستنشن بتاعه واضح ولا مش واضح واضح لكن ايه رايكم هنا فات سات بوست كونت تي 1 بوست كونتراست فات انا بص لو حقنا كده بص الصوره دي فده احنا حقنا في كده ممكن البياض بتاع ليه ان يبان سنه يزيد سنه بسيطه مش هتبني في حاجه لكن في توان لما حقن باين الديليشن ايه دي الفكره دي مش هتعيش دي لايبوما عرفت منين ان انا لايبوما عملت لها فات سات في اخر سيكونس ايه اللي حصل طب ايه الفرق بين ده وده ما انت ممكن تقول لي ان ده ممكن تقول ان ده فلويد صح اه والله ده برايتو يعني ايه المانع يعني دي لايبوما او جانجلي ساينوفيال سيست المانع يعني ها عملت فات سات قامت سبرزد في فات سات تبقى ايه؟ تبقى فات تبقى لايبوما طب ما خلاتها منوره تبقى فلويد واضح الفرق؟ شفتوا السالفه فين؟ كيميكال شيفت ايمج ده الارتفاكت اللي كنت بتكلم عليه من شويه اهو تحس ان انت ماشي بالقلم الرصاص على كل الاورجنز الموجوده واضح؟ ده ارتفاكت اسمه انديان انك ساين اسمه ايه؟ انديان انك ساين في ناس بتشيل كلمة انديان دي خالص وده اسمه انك ارتفاك انك ارتفاك طيب ده اول ما تشوفه تعرف على طول انك في بتتكلم في ان فيز واوت اوف فيز ده الاوت اوف فيز سيكونس اوت اوف فيز سيكونس هرجع تاني بقول شويه الاوت اوف فيز ده اعمل جوه ايه؟ سبريشن للفات سبريشن لمين؟ للفات الماكروسكوبيك ولا المايكروسكوبيك؟ مايكروسكوبك فات طب في فرق؟ اه والله في فرق كبير طب ده تي 1 بيز ايمج ولا تي 2 بيز ايمج؟ تي 1 سبين ايكو ويتد ولا جريدينت ويتد؟ جريدينت ويتد انتوا كده مركزين ان فيز اوت اوف فيز خلينا من الكلام تعال اشهر ليجن بص ام لا اله الا الله تعرف ان الان فيز اوت اوف فيز الان فيز اوت اوف فيز في الدنيا دلوقتي في المحاضره الثانيه له سبعه خلاص كده وكلهم مهمين اقلهم الادرينا الانو لكن الناس دول بتعرف على قابلها الاوت اوف فيز يبقى ايه؟ اوت اوف فيز يبقى صبر هنا بصوا تروح يمين تروح شمال اوت اوف فيز بس هتبقى فين يا فندم؟ صبر هنا بس اي ناس فيهم انا عندي ادينوما ومايلو لايبوما وانجيو مايلو لايبوما وادينوما وميتس
في كروم وسيتوما عند 6 7 ليش زي ما قلت في الحته دي مين الليفن اللي بستخدمه ادي نو طب ليه ادي نو لان هي مصطفى ان هي مصطفى معلومه ما لهاش علاقه بيه بده معلومه ما لهاش علاقه بده ان ذا ابسنس اوف لانج ماس تيجي كان ان ذا ابسنس اوف لانج ماس ده مصطفى الادرينال ماس الادرينال ادي نو تمام ان ذا بريزنس اوف لانج ماس الموجود في موجود في الادرينا ده الى ادينوما ولا ميتس ادينوما الى ادينوما الى موست كومنديشن ديسبايت ان ادينوما الى موست عشان كده مهتمين بالكاركترايزيشن بتاعها واضح فانا بوريكم المعلومه دي ليه لان حضرتك في كومبينيشن مشهور بين اللاينج والادرين صح ده معروف هو انا بنزل بالشيست كانسر حد الادريا ليه؟ عشان الميتس طب في وجود اللانج ماس استيل ذا موست كومن ادرينا ليس ادينوما برضه طب تبدا اعرف مين هي مش ميتس بالاوت فيلد ان فيلد كده بقى فهمت حاجه؟ فهمت حضرتك ايه؟ ابين طبعا ابين طبعا تعالى هنا يزيد ادرينا كام؟ الانفيرتد واي سيكونس ريه الفيز تي وان تي وان تي تو الدكتورة نامت خالص تاني معلش مش دي الادرينال جلاند دي نورمال صح؟ طب لكن دي مش نورمال يعني مش نورمال يعني فيها فيها سوفت تيشو فيها ماس اهي ماشي طب الماس دي تطلع ايه؟ دي مثلا مش دي نورمال ودي؟ خلاص ده تي تو بتاع العادي بتاعنا ماشي السنس ايه فحوالين الكورد ابيض زي هنا الانفيرتد واي شيب نورمال هنا في ايه؟ هنا في ماس طيب الماس دي ادينوما ولا مش ادينوما؟ طيب الفات اللي موجود جوه الادينوما مايكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك؟ مايكروسكوبيك يبقى اعمل له ان فيز واوت فيز ولا اعمل له فات سات وسبير؟ اعمل له ان فيز واوت فيز يبقى تعرف ان المايكروسكوبيك فات سبريسد بمين؟ ان فيز واوت فيز الاوت فيز الماكروسكوبيك فات سبريسد مين؟ بالستيل والسبير والاوتر اكزايتيشن والحاجات التانية بتاعتنا تمام؟ جيت هنا في الاوت اوف فيز قامت الماس دي سبريسد ولا خلتها انترميديت؟ سبريسد سبريسد اهي دي 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 اللون ده زي ده يبقى سبريسد سبريسد ايكوال ادي روما ليه احنا هنفرق بالكلام ده؟ لان والله انت هتكتب يوما ما ادرينال ميت سكند ماشي وتطلع في الاخر ادي روما طب برضه ايه السيجنفكنس بتاعت المعلومه دي؟ ايه السيجنفكنس بتاعت المعلومه دي؟ حضرتك الستيجنج تي ان ام ستيجنج بتاع اللانج ماس هيوصل لتي 4 سي لو حضرتك كتبت له ان في ادرينال انفولد وساعتها الراديو مش نافع فهيوقف الراديو ويبدا في الكيمو وعيان الكيمو دايت انت برود ازرايل فلم يموت بالسيف مات بغيره لو ما ماتش بالكانسر هيموت بالكيمو هيموت بالسيف حضرتك عملت كارثه فده موضوع مهم شويه ايه يا دكتور احمد؟ اتفضل يا باشا السابع خالص دي فين دي؟ اطلع 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 كل شويه بص خد خد راحتك خالص قوم يا دكتور استمر استمر يا هو شاور على حاجه انت قصدك دي؟ اه دي السمك ماشي نكمل طبعا بقى دي بقى الصوره بقى واضحه خالص الادرينال ليجنز والماس والسبريشن والسيجنال لوس كله خد القاعده الظريفه دي ايه؟ نكمل التفريع بقى بين الميتس والادرينال في السكند ان شاء الله ما مش بتكلم فيها انا مش حاجه لا انا قصدي يعني عندي شغف ان انا لا 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 خلاص انا بس قلت انا اديك معلومه ليه؟ لان دي للزمن ده من بره المحافظه دي مايكروسكوبيك فات في ادرينال ماس ايكوال بص 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 مايكروسكوبيك فات في ادرينال ماس ايكوال ادينوما مايكروسكوبيك فات في ادرينال ماس ايكوال مايلو لايبوم مايلو لايبوم برضه دي معلومه للزمن يعني فرضا كانت فات ومش ما هيش سبريزد
لكن انا متاكد ان هي فات ليجن تطلع مايونيز. نيجي بقى للحته بتاعتنا، الحته الجميله بقى بتاعتنا الديفيوز فات انفلتريشن. ممكن دكتور انا خلاص خلاص اصلا خلاص خلاص مهمه قوي بتاعت الليفر ماشي عشان تشوف فيها ابلكيشن. ادي الليفر وده الاوت اوف فيز، عرفت ان ده الاوت اوف فيز دكتور؟ بالقلم الرصاص اللي ماشي على حواف في كل الاستراكشرز ماشي، لان ده انك ارتفاكت. طيب الليفر هنا سبريزد ولا زي ما هو؟ سبريزد معناها انه فاتي ليفر، فاتي انفلتريت. خش عادي الليفر هنا ايه رايك فيه؟ سيكونز ليه؟ اوت اوف فيز ليه؟ عشان الانديان انك ارتفاكت. طيب الحته دي اللي عليها الابنورمال دي، هل دي هل الليفر كله انفلتريت ودي سبيرد، ولا الليفر كله فاتي ولا الليفر كله سبيرد ودي فاتي؟ نقوم نعمل اوت اوف فيز. مين اللي سبريز؟ الليفر كله ولا الحته دي؟ الحته دي يبقى فوكال فاتي انفلتريشن. وبقيه الليفر نورمال ولا سبريز؟ نورمال. تعرف الفرق لما بص المثل كان بيقول يا انس لما وبضدها تتميز الاشياء. هنا ده الحته دي فوكال فات انفلتريشن ولا فوكال فات سبيرنج؟ نعمل اوت اوف فيز، نلاقي الليفر كله سبريز ما عدا الحته دي، يبقى الحته دي ايه؟ فوكال فات سبير. انت مش مقتنع يا احمد؟ بسيط سبريشن فوكال فات سبير ماشي. فيرتيبرال فراكشر، فيرتيبرال كولابس، المعضله الكبيره. اقولها مش ولا بلاش؟ بص يا جماعه، مرات وانت شغال جه لك سن كبير، راجل عنده فيرتيبرال كولابس. فيرتيبرال سيمبل خالص، ده ممكن يكون نتيجه الاوستوبروز عادي، ممكن يكون مالجنت. نعرف من ايه؟ انا هقول لك الكونسيبت وانت احكي كويس. البون مارو الموجود ده مليان ايه؟ مليان فات. الفات ده هيروح فين في الاوستوبروزس؟ موجود. الفات هيروح فين في الاوستوبروزس؟ موجود. هيروح فين في المالجنسي؟ هيريبليس. سهله؟ يبقى هنشيله ونحط مين؟ نحط مالجنسي. خلاص كده؟ طيب انا عندي فراكشرز ومش عارف ده بتاع الاوستوبروزس بناين ولا بتاع المالجنت؟ ها يعني هو موجود ولا ريبليس؟ هو بيقول لك استخدم الاوت اوف فيز. طيب الفات سيلز اللي موجوده في البون مارو هتسبرس في الاوت اوف فيز، لان ده الطبيعي بتاعها، الدنيا هتنطفى. لو سبرس لو انطفى تبقى ده اوستوبروس. طب لو نورت تبقى ده مش اوستوبروس، تبقى ده الملكه. منتهى البساطه خالص، معلومه كبيره شويه لكن ده برضه مش فوق. يبقى ده الفيرتيبرال كومبريشن، الفيرتيبرال فراكشر. هديكم محاضرة رو. اهم حاجة الصورة بالنسبة لي. أنا عندي هنا في فيرتيبرال كولابس، في ويدج كولابس، في 5 4 3 2 1. 5 4 2 3. تمام كده؟ وفي انفلتريشن أهو واضح. طب ده أوستوبروتيك ولا مالجنن؟ تعالى في الأوت أوف فيز. الأوستوبروزس بيحصل ريبليسمنت ولا بيحصل ولا انفلتريشن؟ أوستوبروزس. بيخليه زي ما هو. فهو هيسبرس مع اللي هيسبرس. كله سواء. يبقى ده اوستوبروز. تعالى بقى في المالجنت، انا عندي هنا دي 3 فيها انفلتريشن وكذلك دي 4. طيب ده يا رب اوستوبروز وكذلك تحت، ده اوستوبروز ولا مالجنسي؟ تعالى على الاوت اوف فيز اخر فحص ماشي، الاقي سبريزد مع البوم مارو العادي ولا نور؟ نور نور. ده يبقى ده في انفلتريشن موجود، يبقى ده باثولوجي موجود. واضح؟ الفلير انا قلت كل اللي فات ده صبرس الفات ماشي. ليه انا بنقد بيه؟ لان هو في الجسم كله وفي كل حته طيب الفلير فقط في البرين، فلير فقط في البرين. اسمه ايه السيكونس؟ فلير يعني اختصاره فلويد اتينيويشن انفرشن ريكفر، فلويد اتينيويشن انفرشن ريكفر. هل في اي سيكونس بيستخدمه في البرين كيميكال شيفت جريدينت ويتد يعني؟
لسه قايلين من شويه التيتو ستار جريدينت ام جريدينت ام دي اخر حاجه في البيزكس بتاعتنا. بعد كده نتكلم في الديفيوجن والبرفيوجن والحاجات دي ودي هنخليها محاضره ثانيه ان شاء الله. الفلير بقى الفلير سيكونسز فكرته ايه؟ فكرته ايه؟ انا دلوقتي عاوز ابص على حاجه كويس اعمل ايه؟ اوصل للطريقه اللي تخليني اشوفها كويس. انا عندي وايت ماتر ليجن وايت ماتر ليجن عاوز اشوفها كويس اقوم اعمل ايه؟ اقوم طافي الوايت ماتر. طب افرض الفلويد اللي جنبها هيأثر عليه اقوم كمان طافي الفلويد يبقى فلويد اتينيويشن انفيرشن ريكفري. طيب ده تي 2 سيكونس ولا تي 1؟ تي 2 بس ركز. الفلير الفلويد فيه ابيض ولا اسود؟ الفلير فلويد اتينيويشن الفلويد بينطفي بطفي الفلويد بالظبط. يا سلام عليك. عشان ايه؟ عشان اشوف اللي جنبه. سهله كده؟ يبقى فلويد اتينيويشن انفيرسري كده. تو ديتكت ذا ليجنز اذروايز ايزلي حاجات مش واضحه. هتيجي مثلا في التي 2 تلاقي ليجن يبان برايت. شوف الصوره دي. اعذروني انا تعبت في اختصر. في اي ليجنز هنا؟ سمول برايت سيجنال موجوده. طيب ده سيمبلي ده التيتول عادي اكزيت. طب وده ده فلير. عرفت منين ده فلير؟ لا ما هو السي اس اف برضه في الفلو في التي 1 اسود. جماعه الجراي ماتر بصوا بقى ركزوا بقى في النص. احنا قلنا في التي 1 الجراي جراي والوايت والوايت وايت. في التي 2 العكس الجراي وايت ومين؟ والوايت جراي. يعني مين اللي افتح في التي 2؟ الجراي. ومين اللي افتح في التي 1؟ الوايت. طيب هنجيب بقى حاجه ميكس في النص كده. حاجه الفلويد فيها اسود والجراي وايت تبقى ليه؟ تبقى فين؟ هنا بالظبط كده. مين اللي فاتح الجراي ولا الوايت؟ الجراي. الجراي بس ده تي 2؟ لا ده الفلويد اسود. يبقى يبقى فلير. واي نقطه ابنورمال سيجنال باينه برايت يبقى ده الفلير. واضح يا جماعه؟ يبقى الفلير بعمله ليه؟ برضه عشان اعمل مور كاركترايزيشن لليجنز انا مش عارف اشوفها الا بالفلير. وظيفته الاساسيه بالنسبه لي تو ديتكت وايت ماتر ليجنز. وايت ماتر بثلث حالات الانفاركشن حالات اللاكنال انفاركشن حالات الام اس الدمايلينيشن الفاسكولايتس كل ده مهمة مين؟ مهمة الفلير. في سيكونس جديد ظاهر بقاله تقريبا سنتين اسمه دبل انفيرشن ماشي؟ والله انا فاتني انا افتكرته بس من شويه لما دخل الانس لكن فاتني اجيب له صوره. اسمه دبل انفيرشن حضرتك علاقه الفلير بالدبل انفيرشن ريكفري زي علاقه التيتو بالفلير. تحس ان انت ما كنتش شايف حاجه وبلاقي حاجه كده عظيمه طبعا. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل المره الجايه. دقيقتين بس انا اول مره انا هعمل لها سيفنج بوز سيفنج 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 س